محمد الشاذلي يقول لي ايه هو تعريف البيور سابستانس. It is a substance that has one type of particle in it. Identical particle. Excellent, محمد. Thanks. سارة, what is meant by mixture? نعم مستر. What is meant by mixture? ايه تعريف الميكشر يا سارة؟ It is a substance is more than one tube, more than one tube particles or One type particle. برافو. تمام. مرحب بك يا ليلي. ليلي, ذاكرت الميكتشر ولا أسألك فيه؟ ذاكرت الميكتشر. طيب قولي لي الميثود اوف فورميشن ميكتشر ليلي, ايه هو طريقة تاني طريقة تكوين المخاليط؟ تكوين المخاليط بنكونها ازاي؟ عن ثلاث حاجات: الشيكينج والستيرينج والجريندينج. برافو ليلي. تمام, شيكينج وجريندينج وستيرينج. تمام, الشيكينج قلنا بيجي مع السوليد سوليد, والستيرينج ممكن يجي مع السوليد والليكويد, وعرفنا كمان ان الشيكينج يجي برضو مع السوليد والليكويد. طيب مصطفى يقول لي ميثودز تو سيبريشن ميكتشر, ازاي بنفصل المخاليط يا مصطفى؟ مصطفى, ار يو ليسن تو مي؟ Yes. What are the method to separation mixture? إن في four methods, في أربع طرق. إيه هما؟ magnetic attraction. magnetic attraction fight light. Filtration, yes. Evaporation. تمام. Separating funnel. تمام. طيب في حد يقول لي separating funnel بيفصل ايه؟ separating funnel يا مصطفى كمل, بيفصل ايه separating funnel؟ impossible liquid mixture. Immiscible liquid mixture. تمام. محمد الشاذلي يقول لي الفلتريشن بيفصل ايه يا محمد؟ يس محمد, الفلتريشن بيجي مع ايه؟ مستر اقول اتفضلي يا سارة لغاية محمد ما ها. It is used to separate the insoluble solid in water. تمام, insoluble solid in water زي السند والووتر أو زي المد والووتر. وخدنا كمان الطريقة الثانية اللي هي طريقة الإيفابوريشن, ودي separate soluble substance like water and salt زي المية والملح. يارا, how you can separate salt و sand from water, أو sand و salt و water, نفصلهم إزاي؟ Evaporation. الأول هنعمل filtration عشان نفصل المية برمل عن ال أو الرمل عن المية بملح, وبعد كده نعمل حاجة اسمها الجزء التاني, هنعمل حاجة اسمها evaporation عشان نفصل السولت عن الووتر. Today we will take together the lesson 2. هنبدأ مع بعض الدرس الثاني, وهو درس السوليوشن أو بنقول عليه درس المحلول. في البداية بيقول لي إن السوليوشن هو نوع من الميكتشر برضه, بس هناخد بعض الاختلافات عن الميكتشر. هنلاقي إن السوليوشن بنقول عليه هيموجينيوس ميكتشر consists of two different substances, يعني بيتكون برضه من مادتين. كان في الجزء المنهج القديم كان في نوعين من المحاليل, بس اتشال الجزء ده, ان كان في حاجه اسمها هيموجينيوس ميكتشر وهيدروجينيوس.
السنه دي هنسميهم بحاجه اسمها سوليبل ميكتشر وان سوليبل ميكتشر. فبنلاقي ان المحلول اول معلومه مديهالي بيقول لي ان السوليوشن كونسيستس اوف تو مين بارتس، يعني المحلول بيتكون من جزئين رئيسيين، جزء يسمى السولفنت وجزء يسمى السوليوت. يعني على سبيل المثال if you bring an amount of water and an amount of sand أو an amount of salt or an amount of or an amount of sugar salt is called by name and the water is called by another name. بنسمي المية باسم وبنسمي الملح باسم تاني. فبالتالي المحلول دايما نعم يس يا را. هو أنا لو جبنا ملح وحطيناه في خل وده بيبقى ملح طالما ده اسمي ده سليوشن، يبقى اي مادتين هيدوبوا ببعض هنسمي دول باسم الايه السليوشن. يبقى اذا السليوشن عندنا بيتكون من مادتين، ماده تسمى السولفنت وماده تسمى السليوت. يبقى انا عندي دلوقتي في حاجتين موجودين في بيج 117، عندي سولفنت وعندي سليوت. السولفنت دي الماده السائله وبنقول عليها it is a substance which solute dissolve in it. طب عندي ماده تانية اسمها السليوت، السليوت ده بقول عليها الماده الصلبه اللي بتدوب في الماده السائله. يبقى it is substance that dissolve in solvent. يبقى انا لو عندي ميه بسكر او ميه بملح هسمي السكر باسم المذاب وهسمي الميه باسم المذيب، هسمي الملح باسم المذاب وهسمي الميه باسم الايه المذيب. يبقى اي محلول عندنا بيتكون من حاجتين، من مذيب ومذاب. المذيب عندنا ممكن يكون السوائل زي الميه زي الزيت زي الكحول. هتيجي تقولي لي الكحول او البنزين او الزيت او الميه يعتبروا مذيب ازاي؟ ممكن البنزين يدوب الزيت، ممكن البنزين يدوب الشمع او الشمع يدوب البنزين، ممكن الميه تدوب في او الملح يدوب في الميه. يبقى في الحاله دي any solution consists of two main parts، جزئين، جزء بنسميه solvent وجزء بنسميه السليوت. السولفنت ده بيطلق عليه باسم الماده السائله والسليوت بيطلق عليه باسم الماده الصلبه او الماده اللي بتختفي في المذيب. طب لو جينا احنا هنا بصينا على تعريف السليوشن بقى، السليوشن هو اي ماده بيتكسر فيها السليوت او بيتفتت ويتحول الى جزيئات بسيطه بتختفي داخل السولفنت. يبقى لما اجي اعرف what is meant by solution يبقى it is homogeneous mixture which consists of solute that break down into most particle and separate in water او separate in solvent. طبعا الميه بتعتبر مذيب شائع لكل المواد، اي ماده انت عايز تخليها تخش في جسمك او تصل لخلايا جسمك لابد تدوب في الميه. يبقى الميه بتدوب الملح، الميه بتدوب السكر، الميه بتدوب العصائر. يبقى كده اي ماده انت محتاجها تدوب لازم تجيب ماء مذيب يسمى الميه في الحاله دي عشان توصله لجميع خلايا الجسم. يبقى هنا هنشوف مع بعض كده التجربه بتاعت السولفنت والسليوت ونشوفها كده مع بعض. انا عندي ممكن نعملها بطريقه بسيطه خالص في البيت. لو احنا مثلا على سبيل المثال عندنا كميه زي دي كده، دي هنا عندنا اهو ميه اهي، وفي عندنا هنا سكر اهو او ممكن يكون هنا ملح، فسمي الميه دي باسم السولفنت وبسمي هنا الملح باسم الايه السليوت. لما اسيبه كده بدون ما اقلب خالص هلاقي ان السليوت هيبدا بريسيبيتيت ينزل في القاع او ينزل في الميه. طيب بمجرد ما بعمل عمليه تقليب، لو انا جيت مسكت معلقه مثلا وجيت عملت عمليه التقليب هنا هلاقي ان هنا السليوت اهو، يبقى انا هعمل عمليه اسمها ستيرنج بالشكل ده كده. يبقى هنا كل ما ببدا اقلب كل عمليه الذوبان ما بتبدا تتم. يبقى انا هنا هبدا اقلب اهو،
يبقى هنا المادة الناتجة دي بيطلق عليها باسم الايه؟ السليوشن. يبقى انا دلوقتي كده عملت سليوشن، عملت ميه بملح. يبقى الميه بملح بتتكون من ايه؟ بتتكون من ووتر، والووتر ده بنقول عليه سولفنت، وبتتكون من ملح، والملح ده بنقول عليه اسم ايه؟ سليوت، اللي هو بنقول عليه المادة المذاب. طبعا هنا الملح بدأ يختفي اهو. طبعا كل ما قلب بتبدأ عملية الذوبان تتم. هناخد من العوامل حاجة اسمها الستيرنج دلوقتي. يبقى هنا ده كده عندي ميه بايه؟ بملح. قلنا ممكن نفصلها عن طريق حاجه اسمها الايفابوريشن. طبعا بتلاحظوا هنا ان عمليه الذوبان قليله، لان ممكن تكون كميه الميه اللي عندي قليله. طب محلول تاني زي الميه بسكر اهو. يبقى انا قدامي كده ميه وسكر. لو جبنا ميه بسكر وبدانا هنا نقلب اهو في الحالة دي كده، عملنا عملية ستيرنج، هيبدأ هنا برضو جزء من السكر يحصل له عملية ذوبان. بدأت كمية السكر تقل خالص هنا اهو. يبقى هنقلب بسرعة كده. أساسا مسرعة التخييم. ماشي يا عبد الله، الحمد لله بالسلامة. لسه بسأل عليك، تنام ولا إيه؟ يبقى هنا يبقى هنا لما نيجي نبص مرة تانية على المية بملح هنا اهو. طبعا المية بملح هنا الملح اختفى خالص، ما بقاش موجود. طب هنا لو جيت بصيت بقى على المية بسكر، هنلاقي هنا بعد كده المية بسكر في كمية من السكر لسه ما دابتش. طب لو انا زودت كمية المية بالشكل ده كده، يبقى هنا هزود كمية المية اهو، واشوف ايه اللي هيحصل. هنا كل ما زود كمية المية اهي، يبدأ السكر عندي يختفي خالص، ما بقاش فيه سكر، او كمية السكر بدأت تقل في المحلول. يبقى بنعرف دلوقتي ان السليوشن it is substance that consists of solute، بتتكون من solute disappear او break down into most particle and separate in solvent. طب لو جينا قلنا اللي عندي مثلا الشوكولات ميلك، اللي هي مادة الشوكولاتة مع اللبن مثلا او الكاكاو، هنقول على الشوكولات دي solute، وهنقول على الميلك ده solvent. لما نيجي نقلب صفحة 118 في الكتاب، بنقول الشوكولات ميلك هنا عندنا بنسميه باسم الشوكولات هي السليوت، والميلك هو السولفنت. الشوجر سليوشن هيبقى مين اللي بالنسبة للشوجر سليوشن؟ هيبقى الشوجر هو السليوت، والووتر هو السولفنت. السولت سليوشن هيبقى السليوت فيها هو السولت، وهيبقى السولفنت هو الايه؟ الووتر. يبقى من هنا بنعرف مره تانية الناس اللي لسه داخله معايا ان السليوشن بيتكون من مادتين، ماده تسمى السولفنت وماده تسمى السليوت. السليوت يعتبر الماده الصلبه، او بنقول عليه سوليد سبستانس ذات ديزولف ان سولفنت، والسولفنت ات از ا سبستانس ويتش سليوت ديزولف ان ات. يبقى المثال اللي عندي اهو قدامكم كده، السي ووتر ميه بملح يعتبر السولت هو السليوت، اند ووتر كونسيدر سولفنت. الشوجر سليوشن الشوجر السليوت، اند ووتر السولفنت. طب الشوكولات ميلك الشوكولات از سليوت، اند ميلك از سولفنت. يس،
هو يا مستر اللي هو سي ووتر ده يعتبر ميكتشر، CO2 سي ووتر يعتبر ميكتشر. يعتبر ميكتشر طبعا. سي ووتر كونسيست اوف سولت اند ووتر. ماشي تمام، يبقى السي ووتر بنعتبره ميكتشر لانه ميه بملح، حتى ميه بحر يعني ميه ملح. نعرف تاني السليوت عشان الناس اللي لسه داخله معانا. بنقول السليوت مره تانية it is a substance which dissolve in solvent. واديتها لكم دلوقتي، الملح بيعتبر هو الماده المذابه والميه هي الماده المذيبه. السولفنت عرفنا كمان ان السولفنت it is a substance which solute disappear in it، بتختفي من خلاله. في عندنا اكتيفيتي كده بسيطه ولسه عاملينها دلوقتي. الاكتيفيتي دي بتقول ان احنا برينج او ادي سبون اوف سولت، تضيف كميه من الملح الى الميه عندنا هيت، وبعدين لو احنا قلبنا and stir it، وابدا قلب، طبعا you will find the salt disappear in water and cannot see again، وما اقدرش اشوفه تاني. طبعا الكلام ده احنا عملناه، الملح اهو ما بقاش موجود داخل كوبايه الايه الميه، او الملح اختفى من الميه. يبقى بنقول مره تاني، الملح disappear in water، this solution is called salt solution. طب هنا لما دوبنا السكر نفس الكلام برضه، يبقى الشوجر سوليوشن هنا كان ديزولف، او سولت كان ديزولف ان ووتر. الشوجر از كولد سوليوت، ووتر از كولد سولفنت، بنسمي الووتر باسم الايه السولفنت. طيب لو انا حطيت الملح مع الميه وما قلبتش، هي كميه الميه بتحدد اذا كان تمام، برافو عليك. ايوه تمام، انت شفت هنا لما كانت الميه قليله في المكان في الجزء ده كده اهو، كان السكر مش راضي يدوب. لما زودت الميه عندي، يعني انا عندي هنا في كميه من السكر فاضله اهي، طب انا لو زودت كميه ميه كمان، دي ميه اهي، حطينا هنا كميه ميه كمان اهي على الميه بسكر بالشكل ده كده اهو، انا زودت كميه الايه. نبص هنا كده على، هنلاقي ان في هنا كميه من السكر ما زالت موجوده، يعني انا amount of sugar exist in the water او deposit in the water، مترسبه تحت. لو انا بدات اقلب مره تانية اهي، هبص هنا على كمية السكر اللي موجودة بعد ما زودت كمية المية، كمية السكر ما بقتش موجودة خالص اهي. يبقى هنعرف من ضمن العوامل اللي بتأثر في عملية الذوبان increasing an amount of A، يبقى هنزود كمية الايه السولفان. لو زودنا كمية السولفان عملية الذوبان هتبدأ تزيد. المنديل بسرعة. ألو انا موجود اهو. تمام كده، يبقى عرفنا ايه هو السولفنت وايه هو السليوت. نشوف بقى عمليه السولوبيليتي. عمليه السولوبيليتي عندنا هي عباره عن العمليه اللي فيها السليوت بيدوب في السولفنت. يبقى هنكمل بقى مره ثانيه. يبقى solubility process it is a process by which solute dissolve in solvent leading to disappear in solute، يعني عمليه فيها السليوت او المذاب هيختفي في المذيب. طبعا يختفي يعني ما يبقاش ظاهر او يذوب بداخله. وقلنا لو جبنا ميه بسكر وذوبناها او ميه بملح هتتم عمليه الايه الذوبان. في بعض المواد لا تذوب في الميه، لو حطينا رمل على
ميه وبدانا نقلب عمليه الذوبان مش هتتم، يبقى هنا on adding insoluble substance to certain solvent هيكون لي ماده اسمها insoluble او بنسميها باسم suspension. يمكن الماده دي مش علينا السنه دي، كلمه suspension معناها معلق، ودي بنلاقيها على علب الادويه، نلاقي كلمه ايه suspension يعني معلق. طبعا المكونات دي بقى ممكن نقدر نفصلها عن طريق الفلتريشن. باي فلتريشن يو كان سيبريت انسوليبل سابستانس لايك ساند اند ووتر اور ماد اند ووتر اور اورنج جوس اند ووتر او ناتشرال اورنج جوس، يعني عصير برتقان بيعتبر برضه من المخاليط التي لا تذوب او المخاليط الغير متجانسه. كده طب ازاي يا مستر؟ ازاي؟ لان انت بتشوفي حبيبات البرتقان او كميه البرتقان بتعمل عصير برتقان بتلاقي فيه جزيئات البرتقان ظاهره موجوده في العصير نفسه، برضو الطينه والميه. يعني هو لازم يدوب خالص علشان يسمى سليوش. برافو عليك يا ليلي، عشان يسمى سليوش. لكن لو طينه في ميه ما بتدوبش، رمل في ميه ما بتدوبش، مش هنسميه بقى سليوشن، هنسميه انسوليبل سابستانس ميكتشر، او هنسميه كلمه تانية اسمها سسبنشن معناها معلق، ان الماده دي متعلقه او موجوده في الميه. عشان كده بنلاقي على علب المضاد الحيوي كلمه مثلا يونيسيف او اي اسم مضاد حيوي نلاقي كلمه سسبنشن معلق، ويقول لك دايما قبل ما تاخد دواء المضاد الحيوي اللي هو سائل لازم ترجه، لان الجزيئات بتاعته ما بتدوبش في الميه. يبقى البارتيكل اوف ميديسين دازنت ديزولف ان ووتر. لا يبقى كده خدنا ثلاث تعريفات، تعريف السليوت، تعريف مستر. ماشي سارة اتفضل. هو مستر اللي هو انسوليبل او اللي هي كلمه سوليبل يعني الاثنين صح؟ انسوليبل الاثنين صح؟ الانسوليبل اسمها سسبنشن. الاثنين يعني صح. الاثنين صح، بس احنا هنركز على كلمه انسوربل لان دي اللي مقرره في الكتاب علينا، ايه في الكتاب المعاصر وفي الكتاب السنه دي. ماشي كده، يعني هما الاثنين واحد. الانسوربل هي السسبنشن، يعني كلمه انسوربل بتعني كده. مستر مين الاحسن لي لما انا مثلا اجي اكتب في الامتحان لو في، يعني اكتب بسسبنشن ولا اكتب انسوربل؟ بصي الاثنين انا ما اقدرش اعمل لك حاجه غلط فيهم، طالما اجابتك صح اعمل حاجه غلط ازاي؟ يعني انت لو كتبت في كتاب المعاصر كده تحت كلمه انسوليبل سسبنشن انت بالعكس، ده انت مدياني اجابه ادق واجابه احسن من كلمه انسوليبل. ماشي، بس هو بس هو تسهيلا ليا السنه دي شال كلمه سسبنشن اللي هي معلق. الكلمه دي موجوده دايما على علب الادويه زي ما قلت لكم، علب المضاد الحيوي دايما هنلاقي فيها كلمه سسبنشن، اللي هو يقول لك مثلا اي مضاد حيوي يقول لك مكتوب تحتيه معلق. لا، معنى كلمه معلق ان انا لازم يو ماست شيك ات بيفور يوزنج، يعني لابد ان انا ارجه قبل ما استعمله دايما. المعلق كمان بيطلق على الطين والميه، بيطلق على الرمل والميه، يبقى اي ماده غير دايبه بيطلق عليها كلمه سسبنشن او انسوليبل. الجزء الاولاني كده ماشي. اتفضل يا عبد الله انا سامعك. طيب ماشي، مين اللي بيسأل؟ سوري انا ما شفتش الاسم. اتفضل اللي بيسأل اتفضل، انا ما سامع معاك. I am listening to you. طب نكمل لغاية ما مستر اللي هو مستر البرتقال برضو يعتبر اللي هو معلقة، مادة معلقة. ايوه موجودة عندك في المعاصر 119. لا لازم تترجع قبل ما تتعمل، لازم لازم كمان تعصير البرتقال كويس. يبقى هنا الماد ان ووتر والناتشرال جوس ده نعتبرها برضه، لكن الابل يعتبر مادة دايبة، الابل جوس يعتبر سوليبل. سوليبل ايه؟ طب ليش من الابل جوس؟ في مواد بتدوب وفي مواد ما بتدوبش، يعني لقينا مثلا ان الميه ما بتدوبش او الرمل ما بيدوبش لانه ما بيقدرش يتكون روابط مع الميه، يعني في بعض الاملاح تدوب وفي بعض الاملاح ما بتدوبش، مش كل الاملاح هتدوب في الميه. هنلاقي مثلا ان النشا ما بيدوبش الا في حراره عاليه، البيكنج باودر نفس الكلام. ففي مواد هاز ابيليتي تو ديزولف اند انذر سبستانس دازنت ابيليتي تو ديزولف، يعني في مواد لديها القدره انها تدوب
ودي هنعرف ان شاء الله في الاعدادي تقدر تكون روابط مع المي، الذرات بتاعتها تقدر تكون روابط. زي السكر بيدوب مع حرارة. السكر والميه ممكن بالتقليب وممكن بالحراره، انا ممكن باي واحده منهم، يا تعمل ستيرنج يا تعمل شيكنج يا تعمل هيتنج، اي حاجه من الثلاثه دول تدوب السكر. لكن في مواد لو انت قعدت تسخني ولا تقلبي زي الرمل، لو سخنتي وقلبتي برده مش هيحصل ذوبان. يبقى المد ان ووتر والساند ان ووتر دازنت ديزولف، ما بيدوبوش في الميه، بات بريسيبيتيت. بس لو الرمل اتسخن هيتحول لازاز، مش هيحصل. لا لو اتسخن لحراره عاليه بدون ميه، يعني انت لو سخنته في درجه حراره بتوصل ل 2000 درجه سيليزيه ممكن يتحول لليكويد، وممكن تشكله بعد كده وتكون منه الزجاج. معلومه؟ تمام يا عبد الله، تمام. يعني الرمل ممكن يتحول لليكويد عادي؟ الرمل ممكن يتحول عند الحراره العاليه لماده سائله اللي هي شبه سائله زي الزجاج. الزجاج ده احنا بنسيحه لغايه ما يبقى ليكويد او شبه ليكويد، وبعد كده تبدأ تشكليه وتسيبيه يتجمد بقى، يديك الكوبايات، يديك السوفانيرز، الهدايا التذكاريه، زي ما انت عايزه تشكليه الشكل اللي انت عايزاه، بس وهو ليكويد او هو سيمي ليكويد بيكون صوره شبه سائله. في انذر كويتشن كده، طبعا هو بيبقى فيه الصناع ما يقدرش يمسكه، بيبقى فيه جوانتيات، بيبقى فيه ادوات خاصه كده بيشكل بيها الازاز، ما ينفعش طبعا تاتش باي هاند، لازم يكون فيه اللي بيبقى معاه حديده طويله يدخلها الفرن ويطلع يطلعها، ولازم يتشكل خلال الفتره اللي هو فيها ليكويد او سيمي ليكويد، يعني يعمل له ريشيب وهو في صوره شبه سائله كده. في يبقى كده الجزء الاولاني من الدرس يعني خدنا فيه السوليوشن وخدنا السولفنت وخدنا السوليوت وخدنا فيه السولوبيليتي بروسيس، دول ثلاث تعريفات نركز عليهم قوي. ناخد الجزء الثاني او بارت 2 فروم ليسون ذا فاكتور افكتنج اون سولوبيليتي بروسيس. وات ار ذا فاكتور، ايه هي العوامل اللي هتاثر في عمليه الذوبان؟ نعم يارا. يس. وايه ده؟ ايه ده؟ ثانية يا يارا افتح اللاب. 23 في كتاب المعاصر. ده الدم يا يارا، الصورة اللي أنت فاتحاها دي الدم. هو الدم ده مخلوط من ريد بلاد سيل وايت بلاد سيل. وإيه داخل الدم يا مستر في ال ما هو الدم ده احنا لا يا صورة بيقول لي معلومات كده. ما احنا صح يا مستر؟ احنا خدنا الدم ده عندكم يعتبر من انواع المخاليط برضه، وكمعلومه اضافيه. علشان بيتكون من وايت بلود سيلز وريد بلود سيلز. تمام. وبلازما والسائل اللي موجود في البلازما. مثلا اللي هي بالعربي كرات الكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه. بس هو هنا جايب لي رسم برضه، تخيلي شويه انا مشبهه لك كده بجرينز اوف شوكولات، حبوب شوكولات، عشان بس يقرب لك المعنى. لكن هي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء بتكون صغيرة جدا. كلنا طبعا ساعات بنتعور فبنشوف نقط دم نازلة من جسمنا يعني. طبعا المواد دي كلها بتكون سابحة في حاجة اسمها البلازما. البلازما دي اللي هي المادة السائلة اللي ممكن اعتبرها بقى السولفانت، اللي هي ايه المذيب اللي بيدوب فيه كل دول. بس لو احنا جينا قلنا الدم هل يعتبر سوليوشن ولا يعتبر انسوليبل سبستانس، يعني هل بنعتبره محلول؟ لا ما اقدرش اعتبره سوليوشن، اعتبره انسوليبل سبستانس، لان كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء ما بتدوبش، دي ما بتدوبش في البلازما، ده هي كرات موجوده داخل البلازما لكن لا تذوب. ايه السولفنت فيها؟ السولفنت اللي فيها البلازما، بعتبر السولفنت هو البلازما، بعتبر الوايت بلاد سيل والريد بلاد سيل والبلازما كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء دي هناخدها ان شاء الله الترم الجاي، والصفائح الدمويه قلنا، والاملاح اللي احنا بناكلها والهرمونات واي ماده عايز الجسم توصل له دي موجوده في الدم، عشان كده بنسمي الدم بلاد اوف لايف. بلاد اوف لايف يعني هي صفائح الدم. هي صفائح الدم هي السولفنت. لا البلازما هي السولفنت، بلازما هي السولفنت. لو انت عايزه تكتبي كده جنبها معلومه
في الكتاب اكتبي بلازما ايكوال سولفنت. في اي سؤال في الجزء الاولاني السولفنت والسليوت والسليوشن والسولوبيليتي بروسيس؟ ننتقل للجزء الثاني. ايه هي العوامل اللي مش سامع؟ هيا اللي مش سامع مشكلتي انا لا ولا انت مش سامع ليه؟ اللي مش سامع يتأكد. وبس الصوت بيقطع. اللي مش سامع يتأكد من الراوتر عندك. هو انا سامع كويس، هو المشكلة من النت. مشكلة ممكن تكون عندك انت راوتر او سماعة. فحاول اللي مش سامع يراستر الراوتر ويخش معايا تاني. نكمل بقى العوامل الفاكتور افكتنج اون سولوبيليتي بروسيس، العوامل اللي هتأثر في عملية الذوبان. بمعنى آخر الذوبان يكون أسرع إمتى أو يكون بطيء إمتى؟ قال لي نمبر 1 كوانتيتي أوف سولفنت، كمية المذيب أند سليوت وكمية المذاب. فاكتور نمبر 2 تمبريتشر، فاكتور نمبر 3 ستيرنج، فاكتور نمبر 4 كايند أوف سليوت. معنى كلمة عوامل يعني الأشياء اللي هتخلي المحلول ده يدوق أو المادة دي تتكون بسرعة أو تتكون ببطء. أنا لما عملت معاكم التجربة دلوقتي وحطيت كمية من السكر على المية أو ملح على المية، لما كانت كمية المية قليلة عملية الذوبان تمت بإيه؟ ببطء أو تمت بوقت أكتر. لكن لما زودت كمية المية عملية الذوبان تمت بسرعة. يبقى بنقول أول عامل by increasing amount of solvent and decrease amount of solute the solubility process increases. Steering. احنا يعني مش لازم نركز على اللهجة لأن في لهجات ياما. أنا حد نطق ستايرينج، حتى نطق هي، بس هي النطق ستيرينج. مش خطأ لو قلت برضو يعني ستايرينج، كلمة غريبة شوية بس ممكن تكون صح في اللهجات يعني. نكمل بقى العوامل. يبقى عندنا أول عامل لو احنا جبنا 300 كيوبيك سنتيمتر أو 300 ميلي لتر of water and another 50 ميلي متر أو ميلي لتر of water، يعني جبنا 300 سنتيمتر أو 300 ميلي مية و 50 ميلي مية. And put an equal amount، وحطينا equal amount of sugar or equal amount of salt in water then stirring it. وبدأنا نقلب. طبعا you will find the sugar or salt dissolve faster in the case of 300 milliliter or 300 cubic centimeter. يعني بمعنى آخر إن عملية الذوبان هتتم أسرع لما يكون كمية المية أكتر وتكون كمية السليوت أكتر. نعيد بقى تاني الفاكتور affecting on solubility. قلنا أول عامل اللي هو amount of solvent and amount of solute. قلنا لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، إن لما السبيد تزيد التايم يقل. عشان في بعض الأحيان بيسألني بيقول لي by increasing the amount of solvent the speed of solubility decrease. طبعا هنا the speed of solubility increase and the time decrease. النقطة دي واصلة لكم ولا ايه؟ بنقولها مرة تانية. اقول تاني. تمام. اقول تاني. يعني كل ما الذوبان تم بسرعة كل الوقت ما كان قليل. واضحة؟ تمام. يعني لو انت عندك مية كتير وسكر قليل يبقى الذوبان او speed of solubility increase but time decrease. فاحنا هنا هنركز، مديني في السؤال قال لي time of solubility، قال لي decrease اقول له صح، time of solubility increase اقول له غلط. ده امتى؟ by increasing an amount of solvent. ماشي كده. يبقى انا الكوبايه اللي عملناها اهي قدامنا اهي، لما زودنا كميه الميه عملية الذوبان تمت بسرعة. ماشي كده؟ يبقى عملية الذوبان لما نحط كمية كبيرة من المية عملية الذوبان تتم بسرعة. طب لو أنا حطيت كمية قليلة من المية زي دي كده أهي، هنلاقي عندي إن في كمية من الملح موجودة لسه. موجودة إيه؟ في الإيه؟ في القاع بتاع الكوباية.
عشان هنا كمية المية ايه؟ قليلة. يبقى هنا الكوبايتين تاني مع بعض هم، لو جينا كده شفناهم في الكاميرا هم، في كمية من السولفنت اكتر من الكمية التانية، يبقى في الحالة دي الذوبان يتم بسرعة و او الوقت يكون قليل والذوبان يتم بسرعة. اتفضلوا اللي عايز يسأل. في حد عايز يسأل في حاجة؟ طيب نكمل بقى. ماشي. العامل الثاني العامل الثاني هو عامل التقليب. لو احنا برضو جبنا كميتين بس، هنا بقى هنعمل كميتين متساويين من كل حاجة، كمية متساوية من المية وكمية متساوية من السكر، وهنبدأ نحط الكميتين دول في كمية من المية ونبدأ نسخن. أنا هنا واخد العامل التاني التمبريتشر، هو ممكن إيه العامل التاني عندكم في الكتاب الستيرنج، فهي هي. هنشرح التمبريتشر الأول وبعدين نشرح الستيرنج. التمبريتشر بقى هنا لو إحنا حطينا to equal amount of sugar in equal amount of water baker number A and baker number B lit a baker without heating and expose another baker to flame. After a period of time you will find the baker which exposed to heat the sugar dissolve faster but another baker the sugar doesn't dissolve. يبقى لو جبنا كاسين، كاس واحد من المية والاتنين في الحالة دي قد بعض، وحطينا كمية متساوية من السكر أو الملح، وسخنا واحد وسبنا التاني بدون تسخين، هنلاقي في الحالة دي إن السكر أو الملح هيدوب أسرع، وبالتالي التمبريتشر بيزود عملية الذوبان. عشان كده لو حطيت معلقة سكر في شاي بتدوب أسرع ما نحطها في مية برد. يبقى التمبريتشر increase the solubility process and decrease the time. ماشي. اللي هو يا مستر لما مثلا لما اجي اقلبه اللي هو الكولد من غير نار، ما هو الاثنين هيبقوا يعني نفس الموضوع، يعني هيخلصوا في نفس الوقت. ما هو التقليب بيساوي الحراره. ماشي يا ساره. يعني انت لو يعني انت لو سخنتي كانك بتقلبي بالظبط نفس العمل. يعني ايه بس ده يعني من من العوامل. ما هو العامل التقليب ده العامل الثالث اللي انا لسه هقوله اهو. كمان طب انا لو قلبت وسخنت مع بعض، لو قلبت وسخنت مع بعض الذوبان ياخد وقت اقل بقى. يعني تخيل ان انت حطيت السكر على النار وما سبتيه وقلبت كمان، يبقى انت كده عمليه الذوبان هتتم فيري فاست او هتاخد وقت قليل. بس هنا يعني من غير ما نقلبه صح؟ احنا ما قلبناش، هنا حطيتيه على النار بس سكر وميه وما قلبتيش. ها ماشي مستر. هو طيب يدخل الشاي ماله؟ insoluble انا لا الشاي نفسه insoluble، لكن بتكلم على السكر اللي بنضيفه على الشاي. احنا بنتكلم على السكر. انا بتكلم على الشاي انه insoluble. لا الشاي نفسه ماده الشاي دي insoluble، لكن السكر اللي انا بضيفه على الشاي دي الماده اللي سوليبل. عشان بس تبقي انت مفرقه كده كلامك مظبوط. انا لما قلت السكر بيدوب في الشاي قصدي على ماده السكر بتدوب في الميه السخنه اللي هي مكونه للشاي. يبقى كده زي ساره. نعم. طيب بتعمل بتتبخر، فده بيؤدي انه الووتر بيقل، فالمفروض انه العامل ده ما يكونش كويس قوي زي الستيرنج. بس انت فاهم؟ لا ما انا فاهمك يا ليل. انت هنا بتسخني مش لدرجه الغليان، يعني هنا انا بحط السكر على الميه او الملح على الميه لدرجه معينه، بسخن. لكن لو انت فضلت كونتينيو ان هيتنج الميه هتتبخر. دي بقى مش اصبحت طريقه للذوبان، ده اصبحت طريقه للفصل. ايوه بالك. يعني لو ملح وميه وانت فضلت تغلي تغلي تغلي
هيدف الاول خلاص الملح دف الميه، بعد كده الووتر ايفابوريت اند السولت ريمينز والملح هيفضل عندك موجود. لكن احنا قصدنا هنا بالتسخين ان انا اسخن لدرجه 70 80 واوقف التسخين بعديها. مستر يعني هو اصلا يعني لو مثلا ميه عاديه مش ولا ولا ساقعه ولا سخنه، ميه حنفيه، لو حطينا عليها سكر هي مش هتدوب بسرعه زي لا لا لو سبت السكر بدون تقليب مش هتدوب. لا هي بقلبناها بس هي الميه عاديه ولا ساقعه ولا هتدوب سخنة. هتدوب بس هتاخد وقت اطول من ان هي ما تبقى سخنه، يعني تيك لونج تايم. بقى لو سخنه هتبقى بسرعه. بالظبط كده، انت جربها بعد الحصه، هات ميه سخنه وقلب. يعني حط الاثنين في نفس الوقت وقلب الاثنين مع بعض. مستر. نعم، يس. مستر احنا برضو لو سبناها يعني في الكوبايه في الميه السكر من غير تقليب هيدوب بس بعد وقت طويل، صح؟ لا السكر بدون تقليب مش هيدوب خالص. خالص؟ لان انت ما زودتيش الحركه، لو ميه عاديه هيدوب. لكن لو ميه سخنه هيدوب، لكن لو ميه بارده او ميه من الحنفيه مش هيحصل ذوبان. ماشي. تمام؟ اتفضل يا محمد، اتفضل يا سارة. مستر هو احنا لو عايزين نفصل الميه عن السكر هنعمل ايه؟ نسخن وتبرد بسرعه، يعني تسخن الميه بسكر وتاخد الميه بسكر دي تحطها في اناء في تلج مثلا او ميه، دي اسمها طريقه التبلور. هيبدا السكر يترسب عندك في الكوبايه دي، بيستعملوها في مصانع السكر، بيجيبوا السكر من قصب السكر يسخنوا العسل وبعدين يبردوه يبدا يفصلوا السكر عن الايه، زي تحليه المياه المالحه عشان يفصلوا بس تحليه الميه دي اسمها تبخير وتكثيف. طريقة فصل السكر كده ولا لا؟ دي تبلور، ان انت تسخن قبل الغليان ما يتم تبرد على طول، دي اسمها كريستلايزيشن، بنسميها باسم كريستلايزيشن. وفي طبعا مواد بنضيفها كمان عشان نعم الغليان بيتم امتى؟ عند درجة 100 غليان المية، لما تبدأ المية توصل لدرجة 100 100. نكمل في any questions؟ في أي أسئلة تانية؟ أنا مش سؤال. Yes, I am listening to you. Yes, yes, Lily. ماشي. دلوقتي لو مثلا جالي مثلا سؤال اللي هو صح وغلط. قال لي إنه الإيفابوريشن بروسيس ده بروسيس بتعمل فورميشن وسيباريشن، صح ولا غلط؟ لا الإيفابوريشن نفسها ما بتعملش ما بتكونش مخاليط. هو قصده هنا بكلمة evaporation وصلت المية لدرجة الغليان. لو وصلت المية لدرجة الغليان يبقى هنا separation of mixture. يبقى evaporation مش formation of mixture، separation. لأن أنت تخطيتي درجة الحرارة وتخطيتي التسخين وبقت غليان هنا. ماشي كده؟ تمام؟ طيب اللي فيه عنده أندر ميستيك في فهم أي حاجة يقول لي. طيب نكمل العامل الثالث اللي هو عندنا بيسمى باسم الستيرنج، وقلنا الستيرنج بيقوم بعمل حاجه خدناها اسمها الشيكينج. يبقى if you put equal amount of sugar in baker containing the same amount of water stir of them with glass rod and leave other without stirring، يعني حطينا كميتين من الميه وكميتين من السكر، سيبنا واحده بدون تقليب وقلبنا الثانيه. طبعا اللي هيكون فيها تقليب هتزود حركة الجزيئات وبالتالي عملية الذوبان هتتم بسرعة. The solubility speed increases and the solubility time decreases. بنوصل هنا للستيرنج ايكوال شيكينج. يعني نفرض ان انا ما عنديش تقليب، ممكن احط السكر في المية في ازازة and close it then shake it وابدأ ارجه، اعمل عملية الرج دي، هتقوم بنفس عملية الستيرنج أو نفس عملية الإيه التقليب. يعني الرج زي الستيرنج؟ الرج يساوي في عمله الستيرنج. يبقى أنت لو رجيتي أو قلبتي هتزود من سرعة الإيه الذوبان وتقلل من وقت الذوبان. كان في سؤال جه في سنة كده صح وغلط، الكولينج increase the
solubility process. صح ولا غلط؟ The cooling increase the acid increase the solubility time. لا يا مستر أنا من رأيي غلط. Cooling يعني لا. Cooling يعني برودة صح؟ التبريد تمام عكس التمبريتشر عكس الحرارة. لا طبعا أيوة غلط. لا طب لو قال لي الكولينج طب نسمع السؤال قال لي الكولينج increase the solubility time. صح ها يبقى في صح يبقى الكولينج 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 increase the solubility time دي صح لكن لو قال لي الكولينج increase the solubility speed يبقى دي غلط طبعا تمام نخلي بالنا بين speed و time مستر speed عكس time دايما يس يا رب مستر ماشي يا سيد فضل انا بس مش فاهم الحته دي ينفع تقولها تاني اعيد تاني اعيد تاني دلوقتي لما سرعه الذوبان تزيد الذوبان يقل بمعنى الناس تقفل السماعه عندها يبقى هنا عندنا نقول مره ثانيه بنقول مره ثانيه عشان الناس اللي عندها فهم خطا في الجزء ده لو انا زودت الحراره الحراره بتزود سرعه الذوبان increase the solubility speed لما سرعة الذوبان تزيد الوقت يقل نقول تاني سرعة الذوبان تزيد الوقت يجرى له ايه يقل يبقى هنا by increasing the temperature the solubility speed increases and the solubility time decreases طب جالنا سؤال في الامتحان بس الوقت يزيد ها الوقت يزيد انت الوقت يزيد امتى كلام سليم الوقت يزيد لما تبردي ادي حاجه لما تستعملي كميه قليله او small amount of solvent هعكس كل الحاجات اللي بتزود هعكس كل الحاجات تمام صح كتعكسيها تزودي الملح وتقللي الميه ادي حاجه تبردي ما تقلبيش don't steering ده يزود الايه الزمن وممكن يمنع الذوبان خالص يبقى عشان ما انتهش نلخص الحاجات اللي بتزود الذوبان increasing the temperature ادي واحد increasing amount of solvent ادي اثنين increasing steering increasing steering or shaking increasing shaking or steering ده increasing the speed increasing speed equal decreasing the time decreasing the time يبقى الاثنين عكس بعض عشان ما تنسوش سرعه كبيره وقت قليل يعني speed increase time decrease برافو تمام كده يبقى speed increase time decrease عكس بعض وعرفنا الحاجات اللي بتزود سرعه الذوبان يبقى بتقلل الوقت طب مستر الجريندنج معايا الجريندنج لسه هقولها انا جاي لها جاي لها كمان جاي لها كمان انتوا فكرتوني ان انا لو استعملت سكر مطحون او جراند شوجر او كراز شوجر واستعملت شوجر كيوب طبعا السكر المطحون او اللي بنقول عليه الباودر او باودر اوف شوجر ديزولف فاستر فروم مثلا فروم كراز او فروم كيوب اوف شوجر برضه نفس الكلام ليه؟ علشان الباودر او اول مولكيول باودر اكسبوز تو solvent كل جزيئات السكر معرضه للميه لكن في الشوجر كيوب الميه بتدخل جواهم عادي لكن هيبقى في صعوبه شويه بالظبط كده الكيوب بقى محتاج ان هو يتفتت الاول او فريجمنتس زين ديزولف ان ووتر او زين ميكس ويز ووتر يبقى محتاج وقت كتير على او وقت اكبر عشان تتم عمليه الذوبان يبقى برضه بس الشوجر كيوب بيذوب هيدوب ما قلناش يزف الميه هيدوب ما هو احنا اي سكر هيدوب ما فيش مشكله لكن لو باودر وكيوب يبقى الباودر يدوب اسرع الثاني هياخد وقت عشان الكيوب يتفكك وبعد ما يتفكك تتم عمليه الذوبان يعني هاتي كده مكعب سكر وهاتي معلقه سكر وقلبي الاثنين تلاقي معلقه السكر تدوب اسرع من الايه من كيوب السكر ماشي شكرا على المعلومه اللي بعد كده اخر عامل بقى اللي هو تايب اوف سوليوت يس عبد الله
وانا الوحيد اللي عارف كده ولا من كتر ما انا بشرب شاي؟ من كتر ما تشرب. هو على فكرة في ناس ياما بتشرب شاي يعني. شكرا على المعلومة. ماشي نكمل. العامل الأخير اللي هو طبيعة السليوت، مش كل المحاليل أو مش كل المواد بتضيف في المية، قلنا قبل كده. في عندنا لو جبنا بيكنج باودر وجبنا سكر، لو جينا حطينا البيكنج باودر في المية هنلاقي إن البيكنج باودر ما بيدوبش أسرع، بيحتاج بقى بيدوب. محتاج تقليب ومحتاج تسخين. يعني بيفرق النوع، بيفرق النوع طبعا النوع بيفرق. يبقى انا عندي صوديوم كلورايد، يعني انا عندي ونفس صوديوم الاماونت اوف ووتر برضه. انا مثلا عندي بيكنج باودر اهو، ادي البيكنج باودر وجينا حطيناه على كميه من الميه هنا. ده بيكنج باودر اهو وجينا قلبنا. نعم يعني في انواع من السوليد بتضيف الميه وانواع لا. تمام زي الملح، الملح يدوب اسرع اهي. بص كده البيكنج باودر ده، البيكنج باودر اهو، البيكنج باودر بعد ما قلبته ما دابش اهو، ما زال موجود جوه الميه. عشان يدوب بقى لازم نسخن ولازم نقلب بطريقه اسرع. لكن دي اللي كان فيها، معلش الكاميرا اتفتحت بدون قصد. ما فيش مشكلة، الكاميرا دي حرية شخصية لكم، اللي عايز يفتحها ويقفلها براحته. هنا ادي ده الملح اهو، والميه هنا دايب، ولكن ده البيكنج باودر هنا اهو. هو في تأخير شوية، البيكنج باودر مش دايب اهو بالرغم ان انا قلبت. والمستر عشان لونه كده، فلو لو انا حتى هو لونه ابيض، لو انا حتى قعدت اقلب اهو اهوت. يعني ده خلاص ده اخره، ده اخره. محتاج بقى عشان تقلبي انك انت تسخني وتزودي الميه، افضل اقلب اكتر اكتر. يبقى هنا ده بياخد وقت اكتر. عارفين زي ماما ما تعمل مهلبيه كده في البيت او كاستر، المهلبية او الكاستر ماما عشان تخلي النشا يدوب بتبدأ تسخن وتبدأ تقلب. يبقى بوت ذا ميلك اباف ووتر اور كاستر اند مثلا ستارش زين ستير ات فور لونج باري. يبقى العامل الرابع بنقول عليه تو بروف ذات ذا كايند اوف سوليوت افكتنج اون سولوبيليتي، لقينا ان الصوديوم كلورايد ديزولف فاستر ذان صوديوم بيكربونيت، يعني الصوديوم كلورايد بيدوب اسرع من الصوديوم بيكربونيت. يبقى كده نلخص العوامل مره ثانيه اللي بتاثر في عمليه الذوبان. العامل الاولاني amount of solvent and amount of solute by increasing amount of solvent solubility process increase. Factor number 2 is the temperature. By increasing temperature the solubility process increase and the time decrease. العامل الثالث الستيرنج which called grain shaking increase the solubility speed. العامل الرابع او number 4 kind of solute the solubility depend on kind of solute so sodium chloride dissolve faster than sodium carbonate. وممكن نضيف عليه factor number 5 الجريندنج or crushed salt او crushed sugar dissolve faster than مستر. يعني ايه كراش؟ كراش دي يعني مطحون او طحن. كراش دي بتساوي كلمة جراند. حتى مكتوبة في البيدج بتاعت المعاصر 123 مكتوبة، مكتوبة معناه. تمام يبقى هنا الكراكنج اللي هو الطحن او بنقول عليها كراش دي اللي هي الايه الطحن. كده في اي حد ليه سؤال في السوليوشن؟ درس بسيط وسهل. What is meant by solution? What is meant by solvent and solute? وال factor of affecting insolubility. أسمع أسئلتكم، كل واحد معاه دقيقة يسأل. مستر وأنا مش عندي سؤال، بس أنا عندي سؤال، هو أنا اللي فاهم الدرس من قبل ما أفهم الدرس. أنت ما خدتوش قبل كده يا عبد الله؟ ما قريتوش؟ ما
لا ولا انا عارفه اصلا في الحقيقه هو ما هو الساينس ما هو الا ممارسات حياتيه، حاجه انت بتمارسها كل يوم، بس احنا بنوضحها شويه. مش يعني الساينس دايما مرتبط بحياتنا في حاجات كتيره. يعني الدرس اللي فات هنلاقي فيه الميكتشر، بتلاقينا كل يوم بنعمله ميكتشر. ماما تقول لك اعمل سلطه، اعمل مش عارف شاي، اعمل ميه بملح. الميه بملح بنستعملها مثلا ساعات لو واحد تعبان او دايخ او مغمى عليه، ممكن يشرب ميه بملح، فدي بتساعده برضه. فالحاجات مستر، هو مثلا المشروبات الغازية أو البيبسي هو تقريبا ميكتشر، لأن هو بيتضاف حمض الجلوكوز مع الفركتوز. هو فيه سكريات، برافو يا عبد الله، وفي كمان احماض، بس ده بنعتبره ان هيلثي فود، يعني اغذيه غير مفيده، لان هي بتعمل هشاشه العظام. وكمان يعمل هشاشه في العظام. تمام، بتعمل حاجه اسمها استروبروسيس، لسه انا قايلها اللي بتوع سنه سته، هتاخدها في سنه سته ان شاء الله. هشاشه في العظام. هشاشه العظام اسمها استروبروسيس. مستر طب هو هشاشه في العظام هي بتعمل ايه؟ هشاشة العظام بتخلينا لما نكبر ألم شديد في العظام، لو أنا وقعت وقعة بسيطة ممكن عظامي تتكسر، سناني ما تبقاش سليمة بعد فترة بتسوس، يعني في مشاكل، يا أتعب المشي ممكن يتعبني. المفروض ما نشربش بيبسي كتير او اي تمام حاجه فيها حاجات ضاره. بالظبط كده. البيبسيات والشيبسيات والجانك فود دي كلها أغذية غير صحية. بطلت بشرب شاي برضو، ما تشربش كتير شاي، كان برضو الشاي بعد الاكل بريفنت ابزوربنج اوف ايرون، بيمنع امتصاص الحديد. هو الشاي سوي ولا ايه؟ خلاص هرجع للقهوه. هترجع ليه؟ انا كنت بشرب قهوه. القهوه العن كمان. لا انت دايما الاعتدال في الشاي كويس، يعني فنجان القهوه بيساوي 5 كوبايات شاي. ماشي يا يارا، اتفضلي. الايه؟ الشاي. احنا قلنا لو اتكلمنا على ماده الشاي نفسها انسوليبل، لان الشاي ده مكون من 3 حاجات، من ميه وشاي وسكر. الشاي نفسه ما بيدوبش، وانت بتشوفيه بيترسب زي الرمل، لكن السكر اللي جوه الشاي بيدوب. مفيش احسن من فبنعتبره هنا. وده برضه نفس الموضوع في الكوفي او القهوه. في الكوفي برضه لا، ما بتدوبش، عشان كده انا ممكن استعمل الفلتريشن في فصلها. مش عايزين نستعمل فلتريشن في فصلها، مع ان القهوه برضه هتفضل بني، الميه تفضل بني. ما هو انت لا، لو عملنا فلتريشن بورق الترشيح، الميه اللي نازله لك هتكون ميه رايقه، لان الفلتريشن اعملي فلتريشن اكتر من مره، يعني هينزل لك، لان القهوه هتتحجز زي بالظبط حبيبات الرمل، ما هي برضو ماده ما بتدوبش. بس انت اعملي فلتريشن اكتر من مره هتطلع لك الميه بيضه مره تانية. المرة الجاية اجيب لكم ورقة ترشيح، وان شاء الله نعمل الايه، ازاي نفصل القهوة بالترشيح ان شاء الله. طب في اسئلة تانية عشان نحل؟ لا يا مستر، تمام. لا يا مستر، شكرا، يلا نحل. طيب حل الجبريزون يا مستر. عايزين تبدأوا بالجبريزون على طول؟ مستر التشوز حلو والدنيا حلوة، وانا عايز ما هو التشوز حلو والدنيا حلوة عشان سهل. احنا عايزين الحاجات الصعبه بس. انا عايز اجيب بيزنس. طيب ناخد الحاجات الصعبه واسيب لكم السهله تحلوها. لا ناخد السهل ونسيب الصعب. طب انا مش عايز اعمل استفتاء، لان لو عملت طب اللي عايز اللي تشوز يرفع لي ايده، اعملي ريز هاند كده على الشاشه. لا اللي تشوز زي مستر اسهل حاجه، من رايي ان هو سهل يعني. طيب كلنا هنجمع على ايه؟ على جيف ريزون. انا جيف ريزون يا مستر. تمام. كاني انا ما رفعتش ايدي اصلا، لان احنا خلاص خلاص يا عبد الله، ناخد جيف ريزون، ده راي الناس كلها. وانت لو مش عايز تكتب او تتعب ايدك دلوقتي مفيش مشكله، افهم الجيف ريزون وبعد كده يبقى انت حل في اي وقت انت ايه
فاضي فيه يعني. هعمل سكرين شير للسبورة بين. نعم؟ What happened if. طب نبدأ بجيف ريزون ولو معانا وقت نحل وات هاب. احنا عندنا جيف ريزون 11. جيف ريزون في الكتاب مش كتير ونلحق ان شاء الله ناخد الوات هاب من بعد ان شاء الله. هعمل نيو شير لسبورة بيضة كده مع بعض. تمام. يلا حبايبي رقم واحد. السؤال الاولاني السوليوشن از تايب اوف ميكتشر. اسمع ليلي كده يلا. اتفضلي ليلي. ليه السوليوشن از تايب اوف ميكتشر؟ Because it consists into more than one substance. برافو عليك يا ليلي. الله ينور. لان هو بيتكون من اكتر من نوع. مستر بيج 128. اوكي. يبقى هنا because it consists of more than one type of mixture. تمام. consists of more than one substance. More than one type. One type of particle. ممكن نكتب بقى بين قوسين كده solvent and solute. أسمع سارة السؤال الثاني. ايوه بس اتفضلي سوسو. هنا السؤال الثاني ليه الووتر از ليه الووتر بيعتبر consider common solvent because it dissolves 1000 solute. برافو عليك. سليوت. تمام. لانه بيدوب معظم السليوت او الاف المذيبات بتدوب فيه يبقى because more or thousand of solute dissolve in it. مصطفى. Yes, مصطفى. Question number three. الشوكولات ميلك الشوكولات يعتبر سليوت ليه يا مصطفى؟ because it's mixture. لا ليه بعتبر الشوكولاتة مذاب؟ تعريف المذاب ايه؟ because it dissolve. برافو عليك. because it dissolve or disperses. بريس ان سولفنت لان هي بتختفي او بتدوب في المذاب او اسف المذيب. مستر بس هو محدد اللبن ماشي محدد شوكليت. لا اوكي ما احنا هي ما هو انا السولفنت بين قوسين كده اللي هو الميلك هنكتب ايه ميلك. انا كاتبه اون ميلك. تمام. هي يعني نقول ان سولفنت يعني نقول ان ايه ان ميلك. ممكن بدل كلمة ايه دي نكتب شوكولات زي ما انت عايزين. question number four. محمد شلازلي اتفضل. the solubility speed depend on temperature. ليه عملية الذوبان يا محمد بتعتمد على درجة الحرارة؟ ماشي ثواني سامع. طب تصدق يا مستر ده سؤال حلو. انا لسه قايلينه مستر عايز اضوض. طب محمد. ايوه انا محمد معايا. طب ثانيه محمد هيجاوب. في اجابه يا محمد. طيب نسمع سامع يلا. مستر هو تقريبا قاعد على بي سي فهو ما عندوش اي سؤال. تمام. بيكون رقم 4 ليه عملية الذوبان بتعتمد على درجة الحرارة؟ نسمع سما. Because by increasing the temperature the solubility time decreases. برافو عليك.
تمام excellent because by in increasing the temperature the مستر عدل صعب الحاجة بسرعة جاي اتفضل يا عبد الله invite the shrub solubility ممكن نقول solubility speed او time زي ما انت عايزة هي هي solubility speed increases ممكن نكتب معناها برضو وممكن نكتب time decreases مستر مش مستر degrees مش increase انا كاتب ايه انا كاتب لان بزيادة الحرارة سرعة الذوبان تزيد سرعة الذوبان يقل الاثنين صح ما هو لما السرعة تزيد الوقت هيقل ما احنا قلنا السبيد هتزيد يا شباب طالما السرعة زادت الوقت قل نفس أيوة. المعنى يعني مش ما فيهوش اختلاف لا سوري بس مش اللي هو السوليبيلتي تثبيتت هو اللي هو وقت الذوبان لا سوليبيلتي تثبيت سرعة الذوبان وقت الذوبان هو اللي هو ديجريز اللي هو هيقل ان هنا تايم اوف سوليبيلتي انا ما كتبتش ممكن نكتب تايم اوف سوليبيلتي لو احنا عايزين نقول اجابة يعني كاملة جدا السؤال الخامس نمبر 5 صح قلتي مونتيلتي سولوبيليتي تايم ديكريز صح كويشن نمبر 5 يارا يس يارا ذا تايم اوف ديزولفينج صوديوم كلورايد ان ووتر ديفر فروم ذا ديزولفينج صوديوم كربونيت ان ووتر يعني لو خدت معلقه بيكنج باودر او معلقه صوديوم كلورايد ملح طعام ومعلقه بيكنج باودر هيختلف زمن الذوبان ليه؟ ها؟ يارا؟ طب يارا السعيدي ممكن تجاوب؟ السؤال رقم 5 يارا mute the dish ايوه ها due to the difference in a ها difference in the type of solute تمام انا جاوبتها مش ممكن مستر مش ممكن ما ده اخر عامل انا قلته نتيجه اختلاف في نوع المذاب مستر مش ينفع برضو اللي هو kind of solute ما هو kind هي طيب ماشي نشيل طيب ونكتب kind اهي عشان ايه هي مستر مش الانجليش عندنا كلمات كتيره تؤدي نفس المعنى ماشي اتفضل مستر مش ممكن نكتب because the kind of solute بيفرق مع ال solubility process ما ده اللي انا كاتبه عايزه تكتبيها باي طريقه اكتبيها because the kind of solute effect on solubility process صح برضه because مثلا sodium chloride dissolve faster صح ال give reason ده سؤال open mind يعني ممكن تجاوب باي طريقه انت عايزها ان شاء الله في النظام الجديد ما عندناش open mind عندنا choose النظام اللي جاي بعد كده اللي هو نظام الام سي كيو هتختار بس انا الفترات اللي جايه في سنه هيبقى كل الاسئله choose بس انا برضو مره شفت الجديد في التشوز هيكون في سوره طيب كوتشن نمبر 6 ناخد يارا جمال كوتشن نمبر 6 ذوبان او ديزولفينج 20 جرام اوف تيبل سولت ان 200 ملي لتر اوف ووتر فاستر ذان ذا سيم اماونت اوف تيبل سولت ان 100 ملي لتر اوف ووتر
يارا ها there is answer or not يعني لو انا عندي معلقه ملح وحطيتها في او 20 جرام وحطيتهم في 200 ميه يدوب اسرع من ذوبان نفس الكميه 20 في 100 because ايوه ها Ah, because a because the change in the انا زودت هنا ايه يا يارا ايه اللي زاد عندي الووتر اللي هي اسمها ايه بقى اسمها ايه خدنا الاسم بتاعها ها solvent سمينا الووتر دي هي السولفنت يبقى because هنقول بقى من ضمن العبارة by increasing عادي جاوبنا اتفضل يا عبد الله اسمع سؤال ها by increasing because increasing the solubility by increasing the quantity by increasing the amount the quantity. or quantity of solvent by increasing the amount of solvent increase the solubility speed صح the solubility increase solubility الناس اللي حابه تكتب ورايا ممكن تكتب ما انا بكتب ماشي الحلقه ان شاء الله بعد ما تخلص اللي هيحب يتابعها تاني ويشوفها ويشوف الاجوبه بتاعتها بتنزل على اليوتيوب ان شاء الله Number seven. Number seven. Dissolving in hot water. اسمع ليلي يلا. ليه ذوبان السكر في hot tea easier in cold. قلناها.